لاحظنا بلي هذه السنوات الاخيره المرض تاع السرطان ولا كثير جدا وقص جميع لي زورغان خاصه المرض تاع الثدي لو كونسير دو سان هو اللي راه في القمه تاع البروستات تاع الجهاز الهضمي والاسباب هي عديده كما يقولوا في الفرنسي ميتي فاكتوريال لي زوزين هذو لا مودرنيزاسيون تاع لي زوزين ايزون بولوي لاتموسفير وهذاك اللي هو اللي نستنشقوه يمد المضاعفات في الجسم تاعنا ويسبب لنا كونسير كذلك النمط المعيشي تاعنا لو ستريس الناس فوق عايشه بزاف الستريس درافي الاكل اللي ناكلوه ناكلو بسرعه ماشي في وقتنا ناكلو ونموج نابورت كوا كذلك التدخين الدخان الشمه لي بواسون الكوليزي نشكروا اولا الناس هذو اللي مقيمين على هذه المبادره التحسيسيه من خلال التلفزه من خلال المعارض كما هذو يفون فيغاريزي هذه الافكار نعود الناس قاعده تعرفها باه الناس ما يغفلوش نهار المرض يتطور في المرحله الاخيره خلاص حتى الطبيب ما يقدر يدير والو يبغى الانسان يسوفري ويستنى في الموت انا عندي امي اصيبت بمرض السرطان تاع الثدي هي ماكش فايقه كاع كانت غير واعيه ومن بعد كي درنا لامومغرافي ودرنا لي بروسيدور ميديكال سكانير كذا ديك الوالد سي كونسير دو سان دوك نحاوه لها ونشكروا رئيس الجمهوريه اللي ضفطنا الشيء على بالو بلي المرض هذا راح يكلف الخزينه الدوله اموال طائله كوم الناس تمرض بزاف بالكونسير تثقل على العائله تاعو تقوم به ماشي سابه تقوم به توقف عليه المصاريف اليوميه المصاريف الطبيه ما يخدمش اللي عايش على ظهر المجتمع جبريفر نديروا امور كما هذه شوفوا البشريه والانسانيه خير من نوقعوا في مشاكل كبار.